يصطف هؤلاء الطلاب في مدينة سيئون استعدادا ليوم تعليمي جديد، تعليم تأثر سلبا بأوضاع وأزمات اليمن، مما تسبب في انخفاض المستوى المعرفي وضاعف من مخاوف الآباء من تهديد حق أبنائهم في التعليم والحياة. طالب يحمل وزنه من الكراريس والدفاتر، ولكن الفحوى ما في تعصله، معناته تيجي تجاوبه تعال يا ولد وين حلولك وين كراريسه وين يتشوه وياك. ليه؟ لانه ما فيش انصياع لا من المدرسين كبرنات، ما فيش والعصا لمن عصا، ما فيش الان حق يا برودي دي ما بتجيب تعليم دي. هناك ضعف كبير في بالنسبه للجيل الجديد، هذا عندهم ضعف في كثير من بشكل عام في المستوى التعليمي، وايضا في كثير من المواد، يعني مثلا في اللغه العربيه تلاحظ أن الطلاب كثير عندهم ضعف في الإملاء في القواعد. التعليم يعاني من أضرار في البنية التحتية ونقص في الموارد المالية والبشرية. الطلاب في المدارس يجدون صعوبة في القراءة والكتابة، والمعلمون يبذلون جهدا ذاتيا ضد الجهل، إلا أن ظروف التعليم كانت كبيرة فهشمت ما تبقى من القواعد الأساسية للتعليم. أسباب تدني التعليم يعود السبب الأول على إهمال المعلمين بشكل عام، لأنهم حقوقهم مهضومة. إلى الآن نحن في شهر 9 ولم نستلم راتب شهر 8. يتعلق الأمر بعدة أسباب راجع لربما الظروف الاجتماعية والحياة الاقتصادية اللي عيشها، أيضا متعلقة بالمناهج تحتاج في كثير من الأحيان إلى تحديث وإلى تطوير في أساليبها. ظروف التعليم الصعبة تجعل الأطفال في وادي حضرموت أكثر عرضة لخطر التسرب من المدارس والتعنيف والتجنيد وفقد فرصهم في الحياة. إصلاح مشكلة التعليم يتطلب إعادة النظر في النظام التعليمي وتأمين حقوق المعلمين وإلزامهم بواجباتهم، مع توفير الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب والمعلمين. محمد بحفين، الغد المشرق، سيئون.